صباح الخير لكل المشاهدين اللي عم يتابعونا هلا. اليوم بفكره اكستريم امين ديب رح يعرفنا عن الفري دايفينج. فري دايفينج جو كيفك اليوم؟ كيفك؟ من المرات القليله اللي بكون انا وزميلي جو هيك على الهواء، بركي مره كنا كوكتيل ومره كنا عملنا درينكس وعملنا بالكوكينج. صح، عملنا كوكينج مره. اتس اولويز بليجر تو بي هير. امين، بدنا نحكي اليوم عن الفري دايفينج. لما نحكي فري دايفينج نحن دغري بيجي على بالك الغطس المي، كل هالامور. اليوم كل الرياضات اللي بحكي عنها هون هي رياضات اكستريم. شو الهدف من اكستريم؟ الهدف انه نخلي العالم يعملوا الرياضات يلي بحبوها، ولكن يوعوا على مخاطرها، يكونوا عم بيعملوها بطريقه كتير مدروسه، يلحقوا العلم والساينس بهذا الموضوع عفوا، لانه هذا الشيء اللي بخلينا نمارس رياضتنا الاكستريم المفضله، ولكن بلاقيها خطر الاصابه، بلاقيها خطر من انه الواحد يعكر حياته لما يكون عم يعمل رياضات اكستريم. اليوم شو الفري دايفنج؟ فري دايفنج بكل بساطه بلشت وانذكرت بالملاحم الاغريقيه. ايه انا بعرف انه ان انشنت صحيح. كان له هدف معيشي، يعني كانوا يا يغطسوا ليعملوا سبير فيشنج يتصيدوا، يا اما يغطسوا ليجيبوا ماده كثير مهمه كانت وقتها هي السبونج. او يلي بعده بركي هذا الشيء واللولو والريد كورلز كمان بلشت بها المجال. حتى في محلات الاغريق استعملوها للاغراض الحربيه، كانوا ينزلوا ويستكشفوا، يروحوا بمحلات تحت المي يطلعوا يستكشفوا اي سفن للعدو جاي. تحولت عبر السنين، هذا عم نشوف صور كثير حلوين. يعني اليوم انا عم بعمل هالريسيرش كنت كثير مبسوط، لانه هيك بترتاح اعصابك لما تشوف هال اصلا اتس فيري ريلاكسينج انك تنزل تحت المي والرواق واتس فيري. صحيح صحيح، تحولت ليكون في كومبيتيشنز بهذا الموضوع. أوكي. اليوم الكومبيتيشنز كثير مهمين، لكن تحولت من محل تجاري لمحل كومبيتيشن، لمحل كمان ريكريشنال. يعني مجرد ما انت تاخذ الماسك تبعك، تاخذ الفنس تبعه لك، تنزل تجرب تعمل سنوركلينج او سبير فيشينج، هون انت بتكون عم تعمل ريكريشنال باث منها. اليوم ثلاث انواع بالكومبيتيشن اذا بدك نحكي، لما نحكي بول ولما نحكي سي. اليوم صرنا عم نحكي، لما نقول بول عم نحكي ديستنس، قديش فيهم يقطعوا هن وقاطعين نفسهم بالبول. لما تحكي سي او ديبث عم نحكي قديش فيهم ينزلوا لتحت. They can dive. اوكي. لما نحكي بول بنقول في عنا ستاتيك ابنيا، بنحكي دايناميك ابنيا وذ فينز او دايناميك ابنيا وذاوت فينز. اليوم صرنا عم نحكي ديستنس. هون كل اللي عم نشوفه عم نشوف انواع من الفري دايفنج، ولكن بالبحر اللي هي ديبث عم نحكي. بالدبث ديسيبلين لما نحكي على البحر عم نحكي كونستنت ويت ابنيا، عم نحكي كونستنت ويت ابنيا وذاوت فينز، عم نحكي كمان فري اميرشن ابنيا، عم نحكي فاريبل ويت ابنيا. اليوم في عده انواع لنعرف لنخلي المشاهدين يعرفوا انه اليوم لما نعمل فري دايفنج مش مجرد انه نحمل حالنا وننزل ننزل على المي. رح نشوف هلا اول فيديو بيحكي عن شخص كمان كثير مهم، كسر واحد من الارقام القياسيه بوحده من السكشنز. خلينا نحضره سوا ونعلق على الموضوع. رح نشوف مشاهد حلوه. كل يلي بدي ركز انا عليه خلال نحن مشاهدتنا لهيدا الفيديو انه اليوم لازم قد ما فينا نكون عم نستعمل وسائل السلامه العامه اللي حنشوفها. شوف منا تيم رح يكون معه اليوم، ما حدا بيغطس هيك. شوف هيدا باي بلد عم نحكي؟ هيدا عم نحكي كانت بشرم الشيخ. شرم الشيخ. وهيدا ويليام ويلرام ونزل 145 متر. اميزنج. كان عنده شوف نوع من انواع الفري دايفنج، عم بيعمل اسندنج هو ومعلق بروب. يعني هو عم بيستعمل الروب بالديسندنج وبالاسندنج. يعني هو طالع هو لازم عم بيستعمل هذا الروب. في الفيديو الثاني بعدين اللي حنشوفه رح يكون توتالي ديفرنت. اوكي، هون عم يتحضر، عم بيتحضر. وشوف هالاكيب الموجود حواليه اللي عم بيساعده. فيديو كثير حلو، وبتعرف هيك عمليات بدها تحضير كثير كبير، بدها سبونسرز كثير، بدها قد ايه بدها تريننج؟ بدها كثير تريننج، بدها بعدين التريننج تبعه هو مش بس بالمي للنفس، كثير اشياء. هو ببلش على اليابسه اكيد بتمرينات معينه، في عندك سيفير بريث تريننج لتقدر تطوع اذا بدك تعمل ادابتيشن للنفس تبعك. بلشت مضبوط. ويليام وينرام هيدي اذا بدك الدفت ديسيبلين اسمها فاريبل ويت ابنيا. اوكي. ونزل هو 145 متر بهيدي اذا بدك الدفت، عم بيستعمل الروب بالنزله وبالطلعه. هلا بتشوفه لما يكون عم بيعمل اسندنج بالرجعه بكون عم بيستعمل الروب كرمال يطلع. اذا بين معنا ما بعرف، هلا بنشوف بنرجع الفيديو. اي هلا بنكفي نحضر الفيديو. لك اكيد اليوم الاكستريم ميجرز يلي اتاخذت بهيدا، في منهم في دف بيبقوا كثير حديثين. يعني في وحده عملوا لها ادنج اللي هي الفري اميرشن. اكزاكتلي. هون رجع صار هو بالاسندنج
وعم بيطلع لفوق عم بيستعمل الحبل ليطلع لفوق وعم بيستعمل مونو فن فيك تستعمل اكزاكتلي مونو فن او دبل فنز okay. اللي هن بيكونوا الفن هن اللي بنحطهم بالاثنين يلي بنشوفهم هول بتحطهم انت لما تروح تعمل سنوركلينج على 2 مترز او اللي بنعملها نحن لما نروح هيك ننبسط بس هون عم تحكي ادج كثير كبيره رياضه كثير اكستريم ورياضه كثير قويه وان اوف ذا اوف ذا ديبث ديسيبلينز زيد بال2003 يعني بعد منه يعني في كل عم تتطور هالرياضه مثل كل الرياضات لما تلحق الساينس بتكون دائما في تعديلات عليها okay. للاسف انه بدي اقول هيك نوع رياضات كمان بكون كثير إلى مشاكل واكبر مشكله كانت اليوم حدا بسنه 2013 توفى هو فري دايفر من نيويورك ومش هيك حطوا هايلايت اكثر وحطوا ريجوليشنز اكثر على شيء اسمه فري دايفنج وصفى اليوم اندر كويشن مارك توفى من الاير بريشر من الدبث نزل على 72 متر وطلع لانه في سيمتومز بصير مثل شالو ووتر بلاك اوت بصير في ديكومبريشن بصير يعني في عده اشياء معقوله تصير خلينا نشوف فيديو ثاني اللي هو كمان فيديو ثاني بغير دبث ديسيبلين نحضره هذا كتير حلو هذا صار بالبهاماس وعمله ويليام تروبريدج كسر رقم القياسي ونزل 121 متر بدبث اسمه فري اميرشن ابنيا ولح نشوفه هلا لانه عم بينزل بلا استعمال الحبل بالنزل وبالطلع ولكن في حبل ليعمله جايدنس بالنزل وبالطلع واهم شيء انه لح ينزل بلا فنز لذيذ وكنا عم نحكي هاي من الاضافه صحيح من الاضافات الجديده اللي انحطت على الفري دايفنج ويليام تروبريدج ونعملت بالبهاماس مثل ما قلت شوف انا كثير بدي ركز على الايكويبمنتس انا بدي ركز كثير على التحضير اليوم مش هذا الشيء اذا انت بدك تعمل فري دايفنج تروح هلا على البحر ما بدك تحضر حالك هالقد ولكن بدك تنتبه بدك تكون تعرف شو عم تعمل اكيد وهون بدي الساندينج تبعه نازل بلا فنس توتالي اف قديه نزل؟ نزل 121 متر دفت okay. سبعه كان وكمان هذا كسر رقم القياسي بالفري اميرشن ابنيا ولأنه كمان عم نحكي بلا فنز يعني صحيح which is harder يعني. صحيح هذا شوف الجادج اللي بكون عم بيراقب الموضوع هيك انواع سبورتس بتفوت شي بالاولمبيك جيمز لا اتس نوت ان اولمبيك اتس نوت ان اولمبيك سبورتس ولكن اتس ان اكستريم سبورت اوكي وفي تو اورجانيزيشنز هن بينظموا هلا هذا الموضوع وفي تو اورجانيزيشنز في ابطال مختلفين نحضر الفيديو لانه عن جد فيديو كثير حلو بعد في سكشن وحده ما حكيت عنها هي النو ليميتس ابنيا شو هي اللي انت بتغطس مش ل نو ليميتس بتنزل والبطل المشهور كثير هو هيربرت نيتش ونزل 214 متر وعم تحكي هون بتستعمل فنز وبتنزل نو ليميتس شفت اذا بدك ترانكوليتي الموجوده بالموضوع اتس انسبيريشنال لكثير من الناس اليوم اذا بدنا نحكي الابطال اللبنانيين في بطل لبناني كثير مهم كسر رقم الشرق الاوسط نزل ل 80 متر مارك هادو بنوجه له تحيه ان شاء الله يكون عم يحضرنا اليوم وبعد مارك هادو يعني عم بكمل ليقدر يكسر يكون عم بجرب يكسر ارقام عالميه هيدا نوع الرياضه موجوده كثير بلبنان او بعد ما موجوده في نوادي حتى بلبنان بتمارس هيك رياضه هلا كمان في كذا كذا اذا بدك تيمز بيشتغلوا على هذا الموضوع انت مشارك فيهم انا مجربه وانا بعتبرها رياضه كثير صعبه لاقدر طوع حالي لاقدر اعمل بدها ديسيبلين كثير صحيح هون نزل لحديد ال100 ونزل 100 متر وعم نحكي نزل اقل من 145 لانه ما عم يستعمل ولا فنز ولا شيء وحتى بالاسندنج تبعه طالع بلا فنز وبلا ما يكون عم بيستعمل تبعه له على علمك قد ايه بدها وقت هيدي القصه يعني تا يطلع وينزل لا الاوقات يلي ممكن يعملوها حسب انت على اي دبث ممكن تعملها ممكن تكون يعني كل بتختلف اذا نازل بفن بيختلف الوقت اذا نازل هون بيحكوا دبث اكثر ما بيحكوا وقت قديش عملها هون عم نحكي دبث اوكي وكمان لما تقول ديستانس شو حلو الرياضه كثير حلوه قديش بيقطع بتحولات جسدية صح. قديش الجسم عم بيكون عم بينضغط بكتير اشياء كرمال يقدر يوصل على
هالبرفورمانس. نحن هون وقت نحكي بالرياضات الاكستريم يلي انا برايي كل الرياضات هي شيء الفاسينيتنج فيها هي قديش ممكن تقدر تطوع البرفورمانس والاداء تبعيتك قديش ممكن تعمل شيء حلو. هيدا اتس ماتر اوف ثينكينج اون ذا برين. الشغله اللي كنت انت سالتني عنها هو التمرين قديش بده التمرين اللي بيصير على اللاند بينحكى كثير عن تحضير منتل وعن تحضير سايكولوجيكال. الرياضه اللي عم نحكي عنها نحن هون جو بتعتمد على بتو اورجانيزيشنز اللي حكيت عنهم بتعتمد على السكيلز تبعوا للشخص. يعني انت ونازل يو ار باي يور سيلف. هلا بكثير محلات لما يكونوا نازلين معك لانه بالقانون ما فيك تنزل لحالك, لما يكونوا نازلين معك في سيفتي اكويبمنتس, في سيفتي ميجرز, في سيفتي بلانز اذا بدك عم بيوصل على السيرفس هون. وفي هون لحظه كثير كزلمه بمارس الرياضه انا بحبها كثير وقت يكون واصل على السيرفس وناطر الوايت كارد. الوايت كارد اللي هي عم تعطيه اذا بدك انه مزبوط هيدا تيقدر يثبت اذا كسر رقم ولا لا. هيدي بركي الفتره الصغيره مزبوط. هيدي الفتره الصغيره معقول كثير كثير تكون مهمه على اي شخص. هون لما ياخذ النتيجه انه كسر رقم قياسي اكيد بكون نحن الحلو بنشوف هيدا البارت, بس هو اللي قبله بركي سنين بدا كل هالوقت اللي عادي حد بدا سنين تحضير لهذا الموضوع. كنا ذكرنا شيء سايكولوجيكلي ومنتلي كيف بحضروا حالهم على اليابسه لما يكونوا عم يتمرنوا. في عده تكنيكات, اكيد انا ماني خبير بهالرياضه ولكن في عده تكنيكات بيعملوها وحسب اطلاعي انا على الموضوع اي ثينك انا بلشت احب كثير هالرياضه. اليوم كنت عم بحكي مع مارك عم بقول له انه كتير حابب لاقي وقت كرمال بلش اعمل هالرياضه. بجرب كتير رياضات ولكن من الرياضات الكتير ابيلينج لحيال الشخص كتير اتراكتيف, يعني لانه البحر شغله كتير مهمه وبلاس يو جيت تو سي الكريتشرز سي كريتشرز اللي بقلب الماء. يعني مزبوط. الواحد هو عم يغطس مثلا فيه يشوف كتير اشياء نحن ما بنشوفها بالحياه. يعني ما بعرف اذا اوقات بلبنان قد ايه في عندنا اسماك, انواع اسماك متنوعه. صحيح. الجي يعني في كتير. قديش ممكن واحد لما نركز على انه عم يعمل رياضه هو بيعتمد 100% على حاله, لانه انت لحالك عم تجرب تكون في اورجانيزيشن وحده عملت تيم فري دايفرز. يعني بينزلوا بيعملوا كل واحد النقاط تبعوا له بيجمعوا على نقاط التيم, ولكن هي كومبيتيشن وحده. بس لما نحكي فري دايفنج بنحكي اكثر عن السكيلز الموجودين على شخص واحد, تمرين بريذنج تكنيكس, تمرين عليه مده طويله, تمرين جسدي اكيد ليكون الواحد فيري فيت ليقدر يقوم ليقدر يخلي جسمه يكون اندر هالبريشر اللي بتجي من ورا الدبث, من ورا holding your breath لوقت كثير طويل. واكيد بكون في تمرين يلي بيعملوه بالمي لبال ما يوصلوا للمحلات يلي يقدروا يوصلوا لها. اهم شيء لازم نعرف ليش محبز الفري دايفنج عكس انه الاشياء الثانيه اللي بنعملها بالبحر, لانه اتس فيري ايزي. الوقت لتحضر حالك مثلا بسكوبا دايفنج بتاخذ اكثر وقت كرمال تقدر تنزل تعمل الغطسه تبعتك, ولكن بالفري دايفنج ما بدك وقت هالقد. فيك تعملها وين ما كان. المفضل نتعلمها نحن وصغار او فينا نتعلمها على كبر؟ لا فيك تتعلمها ساعه اللي بدك, ولكن اهم شيء نعرف انه نعملها بطريقه كثير مدروسه, مش بس نقول نشوف فيديو مثلا هلا ننزل ونجرب نعملها, لانه الشخص اللي عم يعمل هذا الشيء عم ينزل لهالغمق متمرس جدا. كثير من الناس بركي بنفكر ننزل على الدبث معينه بس ما بكون في بلان كرمال نقدر نرجع نطلع ونعمل اسندنج بطريقه مضبوطه. هذا اصعب شغله كمان. هي 50-50 الاسندنج بروسس, هي مثل اهميه الديسندنج بروسس, ولازم نكون عم نستعمل اكيد طرق السلام العامه كرمال نقدر نعمل اتشيفينج لها الرياضه الحلوه ولها الرياضه الاكستريم. ثانك يو امين. خلص وقتنا اليوم. ثانك يو مشاهدينا, رح ناخذ وقفه ومنتابع لايف.